معالجه فوضى استغلال المأذونيات بقطاع التاكسيات صنف 2 للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للاحرار. تفضل السيد نائب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، الساده الوزراء المحترمون، رمضان مبارك على الجميع ان شاء الله. السيد الوزير المحترم، اسائلكم عن الاختلالات والمعاناه التي يعاني منها السائقون المهنيون في صنف التاكسيات رقم 2. شكرا. كلمة السيد الوزير. في الحقيقة السؤال يعني سميتو طويل وعريض، كنظن تكلمنا على واحد الطرف منه، ربما الحلقة الضعيفة في هذا المسلسل ديال التاكسيات هما السائقين. ف سميتو كل مدينة عندها خاصيات ديالها، كل سميتو ما عنديش شي حاجة ما نضيفها على داك الشيء اللي كانت المناقشة ديالو من قبل، فيما يخص خاصة العلاقة ما بين أرباب التاكسيات وما بين السائقين ولا اللي كيستغلوه. شكرا. تعقيب السيد نائب، تفضل. شكرا لكم السيد الوزير المحترم، وقد تفضلتم قبل حين بما يغني تساؤلاتي. الحلقة الأضعف في هذه المنظومة هم السائقون المهنيون، محرومون من الحماية الاجتماعية، غير منخرطين في الصناديق، هم تحت رحمة المشغلين بدون عقود. عندما يبلغون من العمر عتيا وتشتعل رؤوسهم شيبا تراهم يستجدون دريهمات في محطات، في مناظر تدمي القلوب. ولذلك أؤكد على ضرورة أن يشمل ما تفضلتم به آنفا ذلكم العقد أن يعطي امتيازات لهؤلاء المهنيين، فهم ذوو عائلات. لو جمعنا الأعداد الغفيرة جدا لهؤلاء السائقين سنجد العجب العجاب. ولذلكم لا تكفينا الدقائق، وأقترح أن ينظم يوم دراسي. شكرا السيد نائب محترم.